توجيه القائد العام للقوات المسلحة يوم أمس كان مهم جدا، عندما اجتمع بالوزراء الأمنيين والقيادات الأمنية وأشرف بنفسه على الخطط الأمنية والاستخبارية، وكذلك أيضا اتخذ عدد من التدابير الأمنية والإجراءات التي تسهم في زيادة الوعي الأمني والاستخباري، وكذلك القيام بأعمال كثيرة جدا، منها إعادة الخطط في العاصمة بغداد، إعادة توزيع القوات، تكثيف الجهد الاستخباري والأمني، والعمل على منع مثل هكذا خروقات خصوصا في الأسواق والمناطق المكتظة بالحقيقة المتسوقين. الانتشار جيد جدا واحنا قابلين عليه كمواطن عراقي، اقبل عليه. انا اتمنى سيطرات كل 20 متر لان ما عندي شيء، لكن احنا نريدهم شنو؟ مجديه، بحيث المواطن تكون عنده حاله من الاطمئنان، المواطن يكون مطمئن الى انتشار الجيش والقطعات الامنيه، ونتمنى لهم ان شاء الله السلامه وللشعب العراقي السلامه اجمعين، والله من كل الطوائف ومن كل الاديان، شعبنا لان هو شعب واحد.